السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثالث الإعدادي، مرحبا بكم. إذا سوف نقدم لكم في هذا الفيديو تعرف على الأنبوب البولي، يسمى بالفرنسية لونيفخون يونيتي فونكسيونيل دي رام. إذا الوظيفة الأنبوب البولي هو تصفية الدم، كما تلاحظون هنا هنا دخول الدم من هذا الشريان الكلوي ارتيريال غينال. ارتيريال غينال نقصد به هو ذاك الشرايين الكلوي صغير ديال الشريان الكلوي. المهم نسمي هذا بالشريان الكلوي ارتير غينال، ارتير غينال، وهذا يسمى بالشرايين الكلوي، هذا يسمى دي زاخ تيريول رينال. المهم هنا تبدأ التفرعات في هذا المكان يسمى جلوميرول. كوبيبة باللغة العربية يسمى كوبيبة. هذا كله تسمى جسيم كلوي، هذا كله تسمى جسيم كلوي، ولكن هذا بالتحديد تسمى كوبيبة أو ما يسمى بكلوميوين. هذا تفرعات ديال الشريان أرتير إفيرونت، تفرعات ديال هاد الشريان. إذن يتم تصفية الدم هنا في هذا المكان عند الأنبوب البولي لونيفرون، الوظيفة ديالو هو تصفية الدم. لاحظوا معي لي غاميفيكاسيون دي كوندوي يورينير سو تيرمين بار دي ستريكتور ابيلي نيفرون. إذا هذا هو تسمى لونيفرون على الأنبوب البولي، كاين هناك عدة أنابيب. Le néphron est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. Il y a une boule ou une bénévole ou une fille qui est une fille qui il permet la formation du rein. Il y a une queen qui est une boule qui est une boule qui est Chaque rein humain en contient environ 500 000 néphrons. Donc, tout ce qu'il y a dans le corps humain, ça équivaut à 500 000 de ces. Donc, dans un corps humain, on a à peu près 1 million. Le néphron comporte un tube urinaire qui se termine au niveau d'une structure appelée capsule glomérulaire. Le tube urinaire est entouré de vaisseaux sanguins comme vous le voyez, il est un peu plus grand avec plusieurs chariens et plusieurs aurides. Les chariens sont en couleur rouge et en couleur rouge comme vous le voyez, il est en couleur rouge. Le sang est en couleur rouge. Et le bol, dans les maladies du bol, il est en couleur rouge. هذا يسمى بالشريان الكلوي، هنا الشريانات الشريان الكلوي. هذا المكان يسمى بجسيم الكلوي نسميه كوربوسكول، كوربوسكول رينال، وهذه كلها تسمى كابسول أي محفظة كابسول، وهذه كوبيبة جلوميرول، جلوميرول تقصد به كوبيبة كما تلاحظ كوبيبة جلوميرول. هذا عبارة عن أنبوب ملتوي تيبول كونتورني، أنابيب ملتوية أو أنبوب ملتوي.
Maintenant, l'urine. وهذا يسمى بليتيب كوليكتيف، معناه أنبوب مجمع، مجمع من المجمع ديال البول النهائي. وهنا تتم عملية الامتصاص أو إعادة الامتصاص ديال المواد المهمة جدا للدم. عندما يصفى الدم يتم عملية امتصاص بعض المواد التي تكون مطروحة في البول، البول البدئي أو البريميتيف، ثم يصفى هذا الدم ويتسرب إلى بعض الأملاح المعدنية وكذلك الماء. خاصكم تعرفوا بأن البول الأولي تحتوي على 985 985 غرام باغ ليتر من الماء، ولكن في البول النهائي تلاحظوا كاين هناك 950. إذن إعادة امتصاص كلورور صوديوم، البول الأولي تيكون عنده تقريبا 7 غرام باغ ليتر، ويتم طرح كذلك بول في النهائي كلورور صوديوم، الصوديوم تيكون في البول النهائي من 8 إلى 10 غرام باغ ليتر. جليكوز أبدا تيكون في البول النهائي، كذلك الدهنيات وكذلك البروتينات والأحماض الأمينية. أحماض أمينية بروتينات تستفد منهم الجسم، والدهنيات والجليكوز تستفد منهم الجسم. إذن مستحيل يكون في البول النهائي، مستحيل بالنسبة للإنسان العادي. وكان هناك حمض بولي تسمى بالفرنسية أسيد يوريك، تيكون في البول تقريبا 0.50 غرام باغ ليتر. بولة تقصد بها لوري تكون مطروحة في البول النهائي تقريبا 23 غرام باغ ليتر، كمية مهمة من البولة. المحلول النشاط والحمض الهيبوريك تعرفنا عليه سابقا، هذا من بين الأمونياك، وذات من بين الأسيد، من بين المواد السامة لأن يجب على الإنسان التخلص منها من خلال البول. إذن فهذا كما تلاحظوا فهذا التيبيل، بخصوص هذا التيبيل الكونتوري أو ما يسمى بهذا الأنبوب الملتوي، راه تتم عملية الامتصاص، عملية الامتصاص ديال الماء، خصوصا لأن في البول النهائي تيكون فيه 985، أما البول في البول الأول تيكون 985، في البول النهائي تيكون 950. إذن تكون إعادة الامتصاص ديال النسبة من الماء وكذلك بعض الأملاح، المهم تحتاجهم من الجسم. إذن تكون هناك ترشيح، تكون إعادة الامتصاص، إفراز، تنقول إفراز بولي أي طرح البول، أو إبراز، إبراز معناه طرح البول خارجا. وهذه هم المعلومات الخاصة به. إذن أعيد، هذا يسمى شريان، ثم يكون هناك شريانات، هذا يسمى بالجسيم الكلوي كابسول كلوميوغيولير، وهذه بصفة عامة تسمى محفظة كابسول، تكون بداخلها كوبيبة غلوميول. وفي هذا الأنبوب المتوي يتم عمل امتصاص ديال المواد المهمة، ثم يصفى الدم من البول، تكون البول هنا النهائي في هذا النهاية ديال الأنبوب المجمع، ثم يطرح خارجا. ولا ننسى تفرعات ديال الشرينات أرتير إفيرانت، وهذا يسمى بالفينول
الوريد الوريد وريد فهمتي. المهم هذا نسميه الشرايين، شريان او شرايين، وهذا نسميه الوريد او التصغير ديالو الوريد فهمتي. اذا هذا هو الرسم التخطيطي للانبوب البولي كما تعرفوا، هذا لونيفرون، كل هذا تسمى لونيفرون. تقريبا جسم الانسان تحتوي على 500,000، كل كليه تساوي 500,000، اذا كليتين تحتوي على مليون من لونيفرون كومبورت ان تيب، هذا هو لو تيب. اذا لونيفرون هو هذا تحتوي على واحد الانبوب بولي. فيه أنبوب مجمع، وفيه أنبوب ملتوي، وفيه جسيم كلوي، وفيه محفظة، وفيه كبيبة غلوميرول إلى آخره. هذا ولكن هذا من المعلومات اللي خاصة بهذا لونيفرون يونيتي فونكسيونال. نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في فيديو قادم سوف نقدم لكم المزيد من المعلومات حول الإبراز البولي.